يعني. إلى خبر آخر، اجتماع حول صد النهضة بواشنطن الأربعاء. توجهت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله الاثنين إلى واشنطن، يرافقها وزير الري ومدير الشؤون الأوروبية والأمريكية للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لدول صد النهضة التي دعت له أمريكا ووزراء الخارجية والري بالدول الثلاث. وسيناقش الاجتماع الذي يعقد الأربعاء الموقف الراهن لمفاوضات صد النهضة. طيب، على ذكر اتفاقية صد النهضة، بعد الاختلافات الكبيرة التي حدثت، الشد والجذب حتى من خلال التصريحات الإعلامية سواء كان لإثيوبيا أو لمصر، الاجتماع الأخير في سوتش الذي ضم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وعبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، على تفعيل التواصل من أجل التوصل لاتفاقية رضي الأطراف الثلاثة. عموما، كيف تنظر لدخول الطرف الرابع لأمريكا من أجل المفاوضات؟ والخلاف أصلا بدأ قبل توقيع الرؤساء الثلاثة على 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 اتفاق مبادي، حول أنه مصر بتتمسك بحقها القانوني في اتفاقيتها 1929-1959، أنه هي لها حق الموافقة على إقامة أي سدود أو أي مشروعات تتعلق بالمياه على حوض النيل. والأثيوبيين بيعتبروا أنه ده إرث ماضي، إرث مستعمر لا علاقة لهم به. لكن حتى بعد الاتفاق على المبادئ بين الرؤساء، الآن الخلاف الرئيسي هو في ملء بحيرة السد. الأثيوبيين كانوا متمسكين بسنتين، والمصريين كانوا متمسكين بعشر سنوات. المصريين رجعوا لسبع سنوات، والأثيوبيين مشوا على أربع سنوات، ولا زال أي طرف متخندق في موقفه. أيضا المصريين عندهم ملاحظة أنه الملء السنوي يراعي سنوات الجفاف، يعني إذا كان مليار مثلا متر مكعب، في حالة السنة يكون فيها جفاف ما فيها أمطار تخفض المتاع لسبين ما تفاوض. أنا بفتكر أنه التدخل الأمريكي هو لمصلحة، هو مش لمصلحة، بطلب من الحكومة المصرية. وحتى إدارة الملف أوكلت لرئيس الخزانة أو وزير الخزانة الأمريكي، واللي بيدوروا استدعى يعني حيشاركوا رئيس البنك الدولي. لكن الأثيوبيين حتى الآن لا زالوا مصرين أن اللقاء في أمريكا يكون لقاء سياسي للاتفاق على مبادئ عامة، ولا يكون لقاء فني. نعم. أو إذا كان هناك لقاء يقوم يفصلوا اللقاءين يعني عن بعضهم. يعني الرئاسة الروسية أعلنت يعني استعداد بوتين للوساطة بين الأطراف، ماذا عن هذه الوساطة وماذا يمكن أن تقدم؟ أيضا أتساءل، يعني هذا الجانب المصري له موقف، الجانب الأثيوبي له موقف، السودان ليس بجزء أصيل من هذه المشكلة، ويجب أن يكون أيضا له موقف حسب المصالح المقتضية له والمصالح التي تنفع شؤون السودان. والله الخبراء اختلفوا في أنه هل السودان تحول من طرف إلى شبه وسيط بين الطرفين، باعتبار أن السودان يعني بحساباته حتى هو أصلا حصته من المياه يعني في غالبها غير مستفاد منها وغير مستثمرة. ده غير أنه السودان عنده حصة في السد العالي لما أقيم، في حصة سنوية حسب الاتفاق مع مصر، دي أيضا السودان ما مستفيد منها. فالسودان ده غير أنه السودان برضو عنده يعني هو نهر النيل في مياه كثيرة جدا جدا بتجي ما ليست من أثيوبيا إنما من داخل الأراضي السودانية يعني. فالسودان يعني لقى نفسه باعتبار أنه ما في أضرار كبيرة، لقى نفسه شبه وسيط بين الطرفين. طيب لو تكلمنا عن جانب آخر، أثيوبيا متمسكة بملء الأسد لسنين معينة، هي تراها جيدة، والخلاف ما بين مصر وأثيوبيا، هل من تنازل يرضي كل الأطراف يعني؟ وإذا استمر الحال على هكذا، هل سوف يصعد مجددا وتبعد طاولة الحوار يعني من الأطراف والطريق يكون مسدود؟ والله أنا في تقديري ما يعني الطريق ما ممكن يكون مسدود، وشعوب اللي كانت بتنبع منها الأنهار دي عندها الحق في أنها تستفيد من مياه الأنهار زي ما هي دائرة. إنما يعني الدولتين أي واحدة يعني تريد أن تخرج بأكبر المكاسب وأخف الأضرار. يعني بفتكر لقاء واشنطن حيمهد للاتفاق الفني الذي سيأتي فيما بعد. نعم، شكرا جزيلا للأستاذ الشيخ يوسف، رئيس تحرير الشروق نت.
ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة لمزيد من الأخبار والتحليل. شكرا جزيلا لكم، وكتر خيركم.